قالوا ان ابنك مستشهد بغزة وهو واصحابه. طب ما فيش لا نت ولا تواصل ولا جوال، قعدنا نعيط 4 ايام معاناة، يعني ما نمت طول الليل ولا اعرف اقعد. انا اسمي طه بكر، والله معاناة، لا بدي اطلع من مشوار لهان واحمل كمان الغسيل وارجع فيه، تعب علي وما فيش مية نهائي، ومبقاش زي غسيل الدار انه كله بصير على بياض في على الحبال، بتضبطش معانا بس ماشي الحال. انا من مخيم الشاطئ من غزة. احنا اول حاجة طلعنا من دارنا قصفوا مربع حوالينا واستشهدوا ناس، يعني بيجي يمكن 150 شهيد. طلعنا على خان يونس برضه قصفونا بخان يونس، ولا اخذنا فراش ولا اواعي، حتى بلطيه ما قدرتش اخده لانه الدبابات كانوا ورا المدرسه، واولادي شرط انا واولادي اجينا هنا، قالوا ان ابنك مستشهد بغزه وهو واصحابه. طب ما فيش لا نت ولا تواصل ولا جوال، قعدنا نعيط 4 ايام معاناه، يعني ما نمت طول الليل ولا اعرف اقعد. لما اجوا قالوا لا مش هو، وحتى الآن نفسي بس أسمع صوته، نفسي أسمع صوته يطمني. طب إذا هو بيحضر هذا الفيديو بده يسمع منك كلمة، إيش تحكي؟ بقول له دير بالك على حالك أنت خواتك، وبلكن يعني شاف أي جوال يطمني بس يتصل علي. وبتمنى انه يفتحوا يجي ابني اشوفه، يجيني هان يقعد عندي. احنا هان ساكنين لا تابعين لمدرسة ولا وكالة ولا حكومة، ولا حد بدعمنا ولا حد بيجيبنا حاجة. والله بحب اوجه رسالتي انه ربنا ينصرنا احسن من كل اشي، لربنا هو احسن اشي، بس احنا والله احسن من غيرنا. اقول لك ليش؟ في ناس قاعدين على الرمل وعلى الارض والشوارع، احنا لسه إلنا أوضة تسكر علينا يعني الحمد لله. لا بفخر جورة بدفن حالي ولا بطلع من غزة. أنا أصلا أكبر غلطة أنا طلعت من غزة، لو مت في غزة لسه أحسن، أقل ما فيها بتموت في دارك. عندك كل إشي، هان إحنا ولا إشي، إحنا قاعدين هان إيش زي ما أنت شايفة، إيش بعد بلد الواحد يموت الجوع في بلده ولا يطلع عند أي بني آدم. إن شاء الله يا رب نتحرر وننتصر ونرجع على غزة، وأنا متأملة أكتر من شفاك قدامي إن شاء الله غير أرجع على غزة، حتى لو عن طريق البحر راح أرجعها. ماشي.